كنت عضوا في الإطار التنسيقي سابقا، ولا أعلم إن كان بإمكاني أن أرجعك إلى الزمن حقبة إلى الوراء. إذا أنت الأعلم بشكل جيد بتفسير، أو نود الحصول منك على تفسير واضح حول إصرار الإطار على تمرير قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو. لماذا هو مصر على الرغم من الاعتراض 70 نائب معترض خارج قبة البرلمان و70 آخر داخل قبة البرلمان؟ وأيضا نود الحصول منك إذ ما كان سيمرر القانون بشكله النهائي يوم السبت المقبل. شكرا جزيلا، مساء الخير سيدتي، تحياتي لكم ولقناتكم الموقرة وللضيف الكريم. حقيقة الذي جرى ليلة أمس في قبة البرلمان كان حالة إيجابية، حيث أن الجلسة استمرت إلى فجر اليوم، والاعتراضات التي حصلت دفعت الكتل السياسية الكبيرة التي كانت تريد أن تمرر القانون إلى التريث قليلا والنظر في بعض مواد القانون التي تحتاج إلى بعض التعديلات، وهذا حالة إيجابية حقيقة. أجلت الجلسة إلى يوم السبت القادم، وهناك الكثير من المواد الدستورية التي تخص قانون الانتخابات تحتاج إلى تعديل، وبالتالي أوصى رئيس مجلس النواب العراقي أن تعدل بعض الفقرات، فقرات القانون، وهذا يدلل على أنه العملية السياسية ماضية إلى تصحيح مساراتها، ما عادت العملية السياسية كما كانت في السابق عملية تأتي بها الكتل السياسية الكبيرة وتستأثر بالحصة الأكبر وتذهب. المشكلة الأخرى التي يفترض أن تكون حاضرة هي أنه حالة التشظي الموجود في المكونات السياسية الصغيرة والكتل الناشئة، يفترض أنه تتجاوز الكتل الناشئة وتذهب باتجاه اندماج كامل مع بعضها البعض وتشكيل تحالف. هذا التحالف من الممكن أن يقوي من الكتل الناشئة ويقوي موقفها داخل مجلس النواب العراقي، وبالتالي تصبح كتل لها وزنها ولها تأثيرها. أعتقد أن الأمور هي ماضية باتجاه يعني إقرار القانون. أعتقد إذا مو جلسة يوم السبت، الجلسة اللي بعدها من الممكن أن يقر القانون، لأن هذه الكتل الكبيرة هي حقيقة تحظى بامتيازات كبيرة وبنفوذ كبير جدا وبمساحة داخل مجلس النواب العراقي. أنا أتحدث عن ائتلاف تحالف إدارة الدولة، وتحالف إدارة الدولة لديه الكثير من المساحة داخل مجلس النواب العراقي وقادر على أن يمر القانون. لكن هذه الوقفة التي شاهدناها ليلة أمس وصباح هذا اليوم تدلل على أنه هنالك تغيير في العملية السياسية قادم إن شاء الله، وهذا التغيير يحتاج له أن تتكاتف جميع الكتل السياسية الصغيرة والأحزاب الناشئة وتقول كلمتها، وبالتالي من الممكن أن تكون السنوات القادمة أو الدورات القادمة لربما فيها أشياء الكثير إذا استطاعت هذه الكتل من فرض إرادتها على الكتل الكبيرة، والكتل الكبيرة إذا لم تغير من سياساتها ونهجها ومفهومها وإدارتها للدولة بالتأكيد سوف يكون هنالك تقليص للمساحة، عليها أن تغير وتراجع سياساتها التي عملت بها في السنوات الماضية، سياسات التي ابتلى بها العراق بالفساد والترهل وعملية وصلت إلى انهيار العملية السياسية، لكن الله لطف بالعراقيين. نعم دكتور، وحالة من التغيير، هذه حالة تغيير يجب أن تعضد، يجب أن تساند.